البعض من البحارة مأجر الطراد أو مأجر البانوش على الأجانب والأجانب يسرقون. هذا أنا كنت بضرب فيه المثال، انقطعت المكالمة ذاك الوقت أو قطعت معنا الرئيس عليه المداخلة. الأجانب اليوم، وفي طبعا الحرامي مو بس بحريني أو أجنبي هندي أو ما شابه، أو الحرامي في كل في كلمة هنا موجود، وهذا الواقع. يعني لا 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 نغلط بعضنا البعض. إذا في جريمة موجودة على إنسان وطنية للإدارة الحق اتخاذ الإجراء فيه. شكرا معذرة. سعادة النائب كاثم الحاكم، مداخلة ثانية أرجو أن لا تكون في ملاسنة غير مجدية. لا داعي يقعدي شخصا أمور حصلت خارج المجلس ويجيبها هنا. عيب عليك، وعيب عليك توصف الصيادين منهم حرامية. عيب. رجاءً.